علامة الفخامة البريطانية من 100 سنة، بنتلي أم لسان، أطول وأسرع وأثقل سيارة ليموزين بالعالم، سعر 1,150,000. السيارة محرك 8 سلندر 6.8 لتر 500 حصان. السيارة معروفة بالرفاهية وتم إيقاف إنتاجه سنة 2020. المكينة مصنوعة باليد، انحناء البودي باليد، ما فيه أي شيء بالأجهزة. اليوم معنا بنتلي أم لسان، تجي بثلاث فئات: سبيد، مولينيال، السيح. اليوم اللي معنا السيح قيمة 1,150,000. اليوم راح نشوف داخل ونعرف وش مميزاته وش اللي يميزه كمفخرة بريطانية. طبعا من نظرة تدري انه مركبه فخمة، عندك لمسات علامة البي وبالجنط، عندك اللمسات الكريستال ووجهية فاخرة مع العلامة. طبعا هذه قليلة عارفة، شفت عدد الرياش، الكل فئة يختلف عدد الرياش. سيارة مميزة مميزة ما شاء الله. أول ما تجي تلاحظ بعد الباب كأنه مركبه فخم من الناس الفي بي آي. برضو نجي من وراء، يعني ما شاء الله مركبه فاخرة فاخرة مع لمسات البي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صراحة موتر كامل هالباب، ما شاء الله ما شاء الله، يا للروعة يا للروعة. بسم الله، خلنا نركب أول شيء السائق هم نركب ورا. أول مرة أشوف ما شاء الله، فالعادة أشوف ذي الربع العادي، لكن ذي ملبس قماش ما شاء الله ما شاء الله، طبيعي بيبان شاف. بسم الله، نركب مقعد جوهر بأنه سيارة فاخرة. بسم الله ما شاء الله، بنتلي أم لسان جهة السائق، الانحناءات كلها تدل على علامة البي. بسم الله، مع علامة البي، مع اللي هو ديكور البيانو بلاك. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بالعادة كسيارة عادية يعني مثلي ومثلك، عداد البنزين والهذا يكون هنا، لكنه حطينا هنا حقت البنزين، وهنا الساعة، وهنا الحرارة. نجي لهنا الإعدادات، طبعا هنا اللي هو حقت الميديا، وهنا التكييف، وهنا عشان تحطبة تيتن ويهدينا ويهدي المسلمين. هنا زر التشغيل، وهنا اللي هي الوضعيات، عندك تخصص الوضعية، وعندك سبورت وبنتلي وكمفورت. طبعا انا ما ادري وراها البنتلي، لازالوا بحركتهم هذه، حاطين دي في دي وحاطين ذا، يعني عيب عليكم سيارة بمليون وشيء، مين اللي يستخدمه ولا. بسم الله، بالنسبة للجوهر، طبعا جوهر عنده شفتات رياضية، وعنده عدادين عادية مع عداد بالنص الكتروني، وشاشة عادية ما به اي اعدادات او تقنيات. بالنسبة للبنتلي معروفة العلامة هذه بالرفاهية والسرعة، وشيء يعني انه ما ادري هل هو مميز او لا، اقوى واضخم صوت سماعات من فئات السيارات كلها. طبعا هذه تعتبر تفتخر بها بنتلي انه يعني سماعاتي قوية، لكنه يلا ماشي. نروح ورا ونركب كرسي الفي بي اي. بسم الله ما شاء الله، الباب عريض عريض جدا، ابتل اقول لك عريض ما شاء الله ما شاء الله. عندك ستاير، عندك برضو حركة البي، وعندك نوع سماعات نايم، فتحتين شو اسمه لدريشه للراكب اللي بجنبك، ولكانت وهنا الخلفيه، وهنا ميموري سيت وقفل، يعني انت تتحكم باللي يتحكم به السواق. بسم الله، نجي للكراسي، هذه مخده ومع حقه الراس ما شاء الله، يعني توب الرفاهيه والفخامه. نجي هنا ما شاء الله ما شاء الله، يهل يهل ما شاء الله ما شاء الله. هذا عشان جيتي بتصعب عصير ربيع. اسمع، لا والله قزاز وحسب بلاستيك انا ما شاء الله. هاجي تشرب عصير ربيع ولا ذمت والله يا من صوت واضح انه انغليت، خلو محله ما شاء الله ما شاء الله، يا للروعة يا بنتلي. طبعا بنتلي ما به اللي هو الباب يجي لمك، لازم انت تسحبه. بالنسبه للمقصوره والله وسع بعيد بعيد، يعني انا ما ادري شو اللي حاطين الميزه انك تبعد اللي قدامك، يعني يكفي ما شاء الله، يعني طولي بشتا 188 وسع ما شاء الله ما شاء الله.
طبعا التحكم باللي هو الكراسي، عندك كرسي مساج، طبعا هذا عشان تتحكم بالكرسي اللي قدامك، تضغط عليه وتقدمه زي اللي انت بيبه. حلو. وايضا زر، يا سلام، يا للروعة يا للروعة، ما شاء الله. طبعا عندك اللي هو الطاولة عشان تاكل خبز وجبن، ما شاء الله ما شاء الله، قمة الرفاهية قمة الرفاهية. هنا تحكم بالميديا، وهنا الكراسي، طبعا لا ننسى اللي هو طاولة الطعام، ما شاء الله، يا سلام يا للروعة. ظهر كنت تلفه ما ادري شنو، ايوه اللي عارف ما شاء الله درجة أولى، وذا هو اللي بخصم، والله ثقيل ثقيل ما شاء الله، والله بعيد يعني. هنا تاكل شاورما، وهنا تحط عصيرك وتحط ذا وتناظر اللي انت بيه. تقدر تحكم بفتحة السقف ما شاء الله، وأيضا تقدر تسكر اللي هو الشاشة، وأيضا تكتم روحك بالمظلة، وأيضا تقدر المظلة الثانية ما شاء الله ما شاء الله تكتم السقف. خلاص أنت الآن معزول عن العالم كله، وساع ورفاهية، فتحتين تكييف، وفتحة تكييف صغيرة، بس إنه يعني عن قولات قالوا لنا بوها الفتحة، ما شاء الله ما شاء الله. والله يعني وش تبي أكثر من كذا، وآخر وراء كذا يعني ما شاء الله. طبعا حقات البنت لي مع، ايضا تقدر تخلي هنا خزنه او تسحبه وتحط السيجاره او تحط الكوب من ستاربكس، يعني خبرك انت تقدر تشتري ما شاء الله. بعيد والله جوهر، بعيد بعيد جدا. طبعا الصوت والعزل معروف بالبنتلي، مدبلات القزاز مع السقف والبيبان، يعني السياره ضخمه ضخمه ومدبله كبيره جدا، يمكن طوله يوصل الى 6 متر. والله كتمه سني بالليل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا اخي نظره، طبعا بنتلي تفتخر بانه اقوى صوت محيطي سماعات بالعالم، هذه تعتبر ميزه، وبرضه اسرع ليموزين بالعالم البنتلي ام نسان ما شاء الله. عندك برضه للارضيه تدفئه، يعني الباب لحاله طول موتر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يرزقنا وياكم. وهذه كانت تغطيتنا السريعة بالبنتلي أم نسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.